ولدك مهمك كيفك، إذا اللي ينتظرك في البيت ما يهمك كيفك، بس إنك تعرض حياة غيرك للخطر اسمح لي، هنا خط أحمر. تراك ما تكون فنان لما سيارتك تروح يمين يسار وانت تحاول تشبك تلفونك بالمسجل، ما تكون فنان لما فجأة تضرب ببريك لأنك أرسلت رسالة بالغلط، انت تكون مهمل لأنك ألقيت بنفسك للتهلكة، تكون إنسان سيء لأنك بهدلت اللي وراك. خلي كذا وانت تلفونك في سواقة